هاي ساندي، هاي، جيف مي ذا كنايف بليز. كنايف؟ وعشان ما نتحطش في الموقف المحرج ده، تعالوا اقول لكم ازاي نقدر نخلي الامريكان اكسنت بتاعتنا زي النيتيف سبيكرز بالظبط. هتفضي من وقتك 10 دقايق كل يوم، هتجمع شويه كلمات حاسس ان هي صعبه شويه على مستواك او شاكك ان انت بتنطقهم غلط، زي كلمه نايف اللي المعظم بيقولها كنايف. هتبدا تعمل ريكورد لنفسك، وهتتشيك الريكورد ده عن طريق موقعين، يا اما يوجلش.com او dictionary.com. هتكتب كلمه كلمه من الكلمات اللي انت اخترتها، وهتلاقي ريكوردز النيتيف سبيكرز. حاول تقارن ما بين النطق بتاعك والنطق بتاعه، ولو فعلا في حاجه بتنطقها غلط كررها وراه اكتر من مره لغايه لما تظبط النطق الصح بتاعها. وتاني طريقه هي ان انت ممكن تستخدم اليوتيوب شانلز، زي مثلا ريتشلز انجلش او انجلش وذ لوسي، واللي فيها هتلاقي فيديوز كتيره جدا هتعلمك ازاي تنطق زي النيتيفز بالظبط. ما تنساش تعمل سيف للفيديو عشان تقدر ترجع له تاني، وقول لنا في الكومنتس ناوي تستخدم انهي طريقه.